أنس ازيك عامل ايه؟ خليك مرتاح. ازيك؟ أنكل ياسين بنتي الكبيرة. لا أنكل ده بالنسبة لك أنت، بالنسبة لك أنت أنا ياسين بس. لا مفيش حاجة اسمها كده طبعًا، أنكل ياسين. ده بقى زياد؟ يا سيدي هو زياد. أهلًا أهلًا. أي إيه يا عم السلام الجامد ده؟ هو مفتري شوية. بقول لك إيه، أنت ما شفتش أكرم؟ لا خالص. طب بابي أنا هقوم التويلت. اتفضل يا بابا. معيطة ولا ايه مالها؟ يا عم البنات في سن ثانوي دول اللي بياخدوا كل حاجة بطريقة حادة قوي. ايوه بس انت يعني المفروض مالكش دعوة بالمواضيع دي، الحاجات دي سيبها لأمها. هي ميالة الواد، والمفروض ان الواد ده زميلها في المدرسة، والمفروض ان الواد ده كمان مايل لها، بس واد عيل. بنت قاعدة كده بتشتغل وبتحرجم عليها عشان تغيظها. عيل ايه ده برنس؟ اه والله ده بادئها بدري قوي، يا عم ده شغل عيال أطفال. المشكلة يا سيدي المواضيع دي بالنسبة لنا تبان تافهة. بالنسبة لهم تبقى نهاية الدنيا. طبعا ما قدامكش غير ان انت تحايل وتطبطب. اعمل ايه؟ في السن ده بيبقوا حساسين بزيادة. الموضوع مش بس بيضايقهم، ده ممكن يهز ثقتها في نفسها اصلا. انا عندي ليك حتة حل، مش بس هيرجعلها ثقتها في نفسها، ده هيدي الواد ده درس مش هينساه. ازاي؟ لا بعدين بقى عشان البنت كده. بقول لك ايه صحيح يا انس؟ انت ما تعرفش نادي قريب، عايز اشترك الواد ده في اي لعبة بدل ما هو قاعد لي مرمي في البيت كده ليل ونهار. طيب بابي ما ممكن نخليهم يشتركوا في النادي بتاعنا. اه صحيح. وانا مدير النادي صاحبي ممكن اكلمه واقول اشوف معاه يعني الموضوع يمشي ازاي. تبقى عملت لي خدمه كبيره قوي. لا لا ماشي. طب قول لي انت الويكند اللي جاي فاضي؟ اه فاضي. طيب احاول اكلمه كده ونظبط يوم الجمعه نروح نقابله. قشطه. مبسوط؟ انتوا اتغديتوا ولا نتغدى سوا؟ كنا لسه نطلب الاكل لما انتوا جيتوا. يبقى تعزمنا انت زي كل مره. لو سمحت.